ولقطات من المطار. على فكرة الناس كانت في غاية الاحترام، مسؤولين في مطار القاهرة، محمد صلاح كان متواجد، بعض اللاعبين المحترفين لم يحضروا مع المنتخب لارتباطهم، ادي محمد صلاح في تواجده ايضا بعد وصول الفريق. الامن كان متواجد، الناس كان استقبالها محترم للمنتخب الوطني. خلاص الامور انتهت، خلصت يعني على خير. في البعض حرص على يعني التقاط الصور مع النجم محمد صلاح، وزي ما شايفين في انتظاره سياره، لان هو كمان مرتبط بزفاف شقيقه. ربنا يبارك له ان شاء الله، وصلاح باذن الله يستعيد كل رونقه وبريقه وسعادته. عمرو ورده بعد الوصول مباشره كان في نادي الجزيره هنا جنب النادي الاهلي، مباشره يعني توجه الى نادي الجزيره، لكنه الحقيقه ما يحسب للمستقبلين انه كانوا في غايه الاحترام وغايه الادب اثناء استقبالهم لبعثه المنتخب. لم يخرج اي لفظ ولا اي كلمه ولا اي حاجه من الناس كانت قلقانه منها على الاطلاق. ادي كل نجوم المنتخب، عبد الله السعيد، عصام الحضري، كل الناس الحقيقه كانت موجوده باستقبال. طبعا كنا نتمنى ان يكون يعني الحضور بنجاح بمظاهرة من جماهير الكرة المصرية. أنا متذكر لما رجعنا من كأس العالم سنة 90 كان في استقبالنا يعني آلاف من الجماهير المصرية اللي خرجت تشكرنا واللي خرجت تحتفي بينا بعد تمثيل مشرف بجد. يعني طبعا النجم شيكابالا ده، هيكتور كوبر، ودي آخر عهده بالكرة المصرية. مرحبا بي زائرا في مصر في أي وقت، مهما قلنا ومهما اختلفنا عما حدث في كأس العالم، إلا إنه الراجل صعد بمصر، هو على رأس الجهاز الفني لنهائي الأمم الأفريقية، وصعد بمصر إلى نهائيات كأس العالم بعد غياب 28 سنة. محمود فايز 3 سنوات ونصف، الحقيقة ممكن يكون منهم سنتين وشوية كانوا كويسين قوي. السنة الأخيرة لنا تحفظات كثيرة جدا 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 على الجانب الفني وأيضا على الجانب الإداري نفسه في السيطرة على اللاعبين. ده الحقيقة ما كانش متواجد بقوة في الفترة الأخيرة، وكأن الصعود إلى نهاية كأس العالم كان الهدف والمراد.